ما هي رياضة التايكواندو؟ التايكواندو في الأصل هو عبارة عن توجيه الركلات، وهو أحد فنون الدفاع عن النفس الكورية، وهو أيضا رياضة تنافسية وطريقة للحفاظ على اللياقة البدنية، ويتميز عن الفنون الدفاع عن النفس الأخرى باعتمادها على توجيه الركلات بشكل أساسي. وطبعا هو رياضة شعبية يمكن للرجال والنساء والأطفال ممارستها، على عكس الكاراتيه والكونغ فو. ولا يتم ممارستها فقط في كوريا، بل يمارسها الملايين من الناس حول العالم. إذا نتطرق إلى فوائد رياضة التايكواندو، من بين فوائد رياضة التايكواندو أول شيء وهو أنها تعمل على مساعدة الشخص في التحكم في عملية التنفس، طبعا عن طريق عملية الشهيق، تنظيم عملية الشهيق والزفير. ممارسة التايكوندو تساعدك على الحفاظ على لياقة جسمك، كما أنها تساعدك على بناء عضلاتك بشكل سليم وبطريقة رائعة وغير مملة. وطبعا من بين الأشياء المهمة والتي تفيدك كثيرا هو أنه ينمي مهارات التركيز والفلسفة القتالية، وكذلك تكتسب مهارات الدفاع عن النفس. وطبعا التايكواندو هو رياضة عالمية يحبها الجميع، متواجدة في جميع البلدان العالم تقريبا، وما على الشخص إلا بدء تداريبه بشكل منظم وتتبع خطوات مدربه وأستاذه، وسوف يتحسن تلقائيا مع الوقت. وطبعا لا شيء يأتي مجانا، يجب عليك العمل ثم الكفاح ثم الصبر، والصبر هو أهم شيء. اصبر وكافح وكافح ولا تتراجع عن أهدافك وتحقيق أحلامك. وسواء في رياضة التايكواندو أو في رياضة أخرى، فكل رياضة هي جميلة وتفيد الإنسان، وما عليك سوى الكفاح. طبعا ستسقط في المرة الأولى والمرة الثانية، ولكن لا تيأس، ستجد يوما نفسك بطلا. الآن نعرض لكم بعض صور فيها حركات لرياضة التايكواندو. إلى هنا انتهى هذا الفيديو البسيط والمتواضع، نتمنى أن ينال إعجابكم. طبعا هناك الكثير من الأشياء التي لم تذكر عن التايكواندو، سنتطرق لها لاحقا في فيديوهات أخرى ومعلومات رياضية أخرى. ننتظر تعليقاتكم، آراءكم ودعمكم، وشكرا على حسن المتابعة والمشاهدة.